أنا بشتغل بالعمار. عندي محل خضرة. أنا موظفة بنك. عتلين هم مستقبلي. أنا بي لثلاث أولاد. الديون خنقتني. مصاري؟ في بس الهموم خنقتني. أنا انكتب لي عمر جديد. آخر سنة جامعة. أنا متصالحة مع حالي. نحنا ربينا بنفس الحي. بس الإنسانية بتوحدنا. قدرنا نتنفس زيت الهواء ونعيش تحت فرد سما مثلك. كلنا بحاجة نحكي مع بعض، نسمع لبعض، ونقدر باختلافنا نتعلم من بعض. مثلك.